وتاني حاجة أحب أعرف صحة هذا الخبر إن المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني أحال 4 اتحادات للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية والإدارية التي ارتكبها مسؤول هذه الاتحادات، وعلى رأسهم اتحاد كرة القدم المصري برئاسة سمير زاهر. أيوة فندم، هو الخبر ده صحيح. طبعا احنا عملنا أعمال الإجراءات القانونية في التوقيتات القانونية اللي خاصة بالتفتيش المالي والإداري على الـ4 الاتحادات، واديناهم الوقت اللي هم مفروض بيرد علينا خلاله، وطبعا عدت المدة القانونية. فالتصرف الرسمي الخاص بسياسة المجلس القومي للرياضة في الفترة الحالية أن يتم إعمال الإجراءات القانونية في التوقيتات القانونية لأي من الاتحادات الموجودة، سواء كانت اتحادات أولمبية أو اتحادات غير أولمبية. أبرز النقاط أستاذ عبد الرحمن، يعني أبرز النقاط اللي حضرتك أخذتها على اتحاد الكرة المصري كانت إيه هي وما تمش الرد عليك فيها؟ هو في حاجات كتيرة، لكن أنا هقول لحضرتك إحداها كده. أيوة فندم. يعني التعامل الاتحاد بالأمر المباشر مع شركة بوما لتوريد احتياجات الفرق العالمية، وبلغ إجمالي ما حصل عليه الاتحاد مبلغ حوالي 3,348,000. لحظة معايا بعد. مع سعادتك يا فندم، مع سعادتك. بالضبط 3,488,816.82 المعادل. دي جنيه يا فندم ولا دولار دي؟ نعم، دي جنيه ولا دولار؟ دي بجنيه، اللي هي بتعادل حوالي 428,000 يورو و588. وده مخالف لأحكام الأمر المباشر، ما ينفعش. لا، بالأمر المباشر لا، لازم تطرح في معطى أو مزايدة أو يكون على الأقل هناك 3 عروض. ما حدش رد على سعادتك بخصوص هذا الموضوع تماما؟ لا 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 لا، ما حصلش رد. إن احنا اديناهم المدة القانونية اللي هي 30 يوم، وتعدت المدة القانونية. احنا الكلام ده أساسا من أكتر من أسبوع تعدت المدة القانونية، وإلى الآن لم يتم الرد على المجلس القومي للرياضة. مفيش حاجة تانية بارزة برضو زي دي كده يا أستاذ عبد الرحمن؟ لا، هو في حاجات كتير، بس انت عارف كتير، في حاجات كتير. بس هي موجودة دلوقتي طبعا في الجهات التحقيق، ويعني هي بتعمل شؤونها فيها، وان شاء الله لما تخلص جهات التحقيق طبعا اكيد هتوصل لحضراتكم. طب استاذ عبد الرحمن، في اول ما نزل الخبر كده بعض الكلام اتقال على طول، وابرزهم الاستاذ محمود صبري ناقد الرياضي في الاهرام اللي موجود معايا في الاستوديو دلوقتي. قال لك يا ريت ان المجلس القومي يعني يشوف شغله بجديه في هذا الموضوع، مش عشان مجلس سمير زاهر مشي يبقى يلا قدم سمير زاهر للنائب العام. كان يعني كانوا فين قبل كده بوضوح يعني. طيب، هو انا هرد على حيثية واحده. احنا النهارده ما بنحولش اتحاد الكره بس، لا، ده في 4 اتحادات متحوله، والـ3 الاتحادات الثانيه موجوده، المصارعه والاثقال والتايكوندو. المصارعه والاثقال والتايكوندو برضه عندها مخالفات وما ردتش، فاحنا على طول اخذنا الاجراء. اللي انا عايز اقوله حضرتك ان التحويل للنيابه ده اجراء قانوني في توقيته المحدد حسب القانون للحفاظ على المال العام. تمام. واحنا بنعمل الاجراءات القانونيه في التوقيتات القانونيه بناء على سياسه المجلس القومي للرياضه في الفتره الحالي. طب اسمح لي عبد الرحمن، كابتن عادل عبد الرحمن ليه سؤال بس عايز اوجهه لحضرتك. عايز اسال بس التاريخ بتاع مورني يا كابتن عادل، التاريخ بتاع اللي هي بتاعت شركه بوما امتى؟ التاريخ بس. هو يعني الصفقه دي اتعملت امتى؟ التاريخ دي اساسا جايه في المخالفات الخاصه ب 19 19 تبقى 2011 بقى. 19 هي سنوات 19، احنا بنرجع 2009 2010. يا استاذ عبد الرحمن، من 2009 وفي مخالفه زي دي، طيب ما هم
لو بالظبط زي ما الكابتن ليسي قال الكلمة دي، يمكن هم عشان مشوا ولا ايه؟ يعني المفترض من 2009 كان يجب ان الـ يقف الاتحاد المصري ويتحول للنائب العام في التحقيق في الواقعة دي، علشان ما انا لما تجاوز 2009 اكيد تجاوزت 2010 و2011 و2012، ليه نستنى يا حد اما الحاجات كلها تتاخد؟ طب ما احنا لو خدنا اول باول على طول، اول باول ما حدش هيجرؤ يعني بعد كده، يبقى ليه اخلي يعني النهر يجف يعني؟ طالما انت بتسرق فانت خدت الحته اللي على الوش، اتمسك مش هاخد الباقي. لكن ليه احنا دائما في مصر نسيب الناس لحد ما يخلصوا وبعدين نمسكهم؟ يبقى احنا يجب ان احنا اول باول، المفروض التطهير كان اول باول يعني، ده وجهه نظري يعني. هو طبعا حضرتك معاك حق تماما، التفتيش المالي والاداري بيدخل يفتش على اعمال سابقه، يعني 19 دي بنفتش عليها في 2011، وعلى هذا الاساس لما احنا فتشنا وطلعت المخالفات وارسلناها للاتحاد فاحنا خدنا الاجراء الفوري. وانا برضو بقول لحضرتك ان الفتره الحاليه لا تهاون في اي مخالفات وفي اي مخالفات. يا ريت التفتيش يبقى دوري، يعني مش لازم يبقى بعد السنه او السنتين، يا ريت يبقى كل 3 شهور. قصده كابتن عادل يبقى في، احنا عندنا ناس شغاله وعندنا او عايزين نشغل ناس وعايزين نشغل عماله، طب ما تشغلوا ناس اكتر تراقب اكتر، لو انتوا مش يعني لو ما عندكوش كفايه من الناس من الـ يعني من المراقبين، من يعني المراقبين على الاتحادات يعني، تعينوا مراقبين اخرين. فتش كل 6 شهور لما انا الاقي عليا رقابه. اصل بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، السلطه المطلقه مفسده.